السلام عليكم، كدري لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. العائلة الأصدقاء نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. فيديو جديد، نهار جديد. اليوم أخوتي غادي نوجد معكم واحد الكرواسة الاقتصادية سهلة مهلة، في آخر لحظة كنوجدوها، كتجي عجينة مورقة، كتجي رائعة ما شاء الله. غادي نعطيكم حالة المقادير اللي سهلة سهلة وتوجديها وغتولي معتاد عندك في الدار ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا اخوتي هنايا، درت هنايا واحد ثلاثه زلايف ديال الفورص، ودرت مليحه حسب الدقيق اللي عندنا واحد نص معلقه كبيره. غادي ندير واحد الراس ديال الخماره كيماويه، هاد خماره الحلوى صافي. وغادي ندير واحد جوج معالق ديال العسل، كيبقى اختياري، كان ديريه ما كانش ما ديريش ماشي ولا بد منه. صافي هادشي هو اللي كاين. صافي وكنجمعوا العجينه بالماء. صافي هادشي هو اللي كاين. غادي نجمع العجينه ونخليها ترتاح، ومن بعد نرجع لكم ونكمل معاكم. كتشوفوا هنايا، من بعد ما جمعتها كندير لها هنايا واحد الدلكه خفيفه، نديها باش نقادها شويه طع في ايدي، وهذيك الساعه غادي نشدها وغادي نديرها على شكل كويرات متوسطين، مكبارين مصغارين، ونخليها ترتاح. ومن بعد غادي ندير معكم واحد الكريمه اللي ساهله مهله وكتجي رائعه، وهي اللي غادي نديرها كحشوه في هاد لهاد الكرواسات ديالنا اللي قلت لكم كيجيو رائعين بزاف. دابا راه غادي نخليها ترتاح كيف ما قلت لكم. هذه هي الكريمه اللي غادي نستعمل. درت هنايا واحد الكاس تاع الحليب، وغادي ندير واحد جوج، هو شوفوا الحلاوه على حسب، انا هنا درت جوج معالق صافي. وغادي ندير واحد هاد الكريم باتيسيا، غادي ندير فيها حتى هي واحد جوج معالق، وغادي نخلطهم مزيان، وغادي نردهم على البوطه تتولي على شكل كريمه، وهذيك الساعه نطفي عليها ونمشي نكمل التوجات ديال الكرواسة ديالي، نشدها نورقها وغادي نرجع نكمل معكم حتى هيايا. هنا كيف ما كتشوفوا هنا راه كنشد ملي درتهم كاملين، غادي نخلطهم ضروري كتخلطيهم مزيان مزيان مزيان، عاده كتكثري تحركيهم مزيان، عاده تمشي تحطيهم على البوطه وتبقى يدك على تبقى يدك بحال هكا هما يديروا، وكتحركي باش هنايا ما تحرق لك ما حتى شي حاجه. غادي نرد على البوطه وغادي ندير، ومن بعد غادي نرجع نكمل معكم ان شاء الله. صافي هنا من بعد ما وجدت الكريمه خليتها كتبرد، وجيت هنايا لهاد الكريسات ديولي
غادي نشد هنايا غير تبعوا معايا الطريقه، راه ساهله مهله. اشنو غادي ندير؟ غادي نشد هاد القرصه الاولى، غادي نورقها غير بالزيت فقط. ملي غادي نورقها غنحطها على جنب، وغندير الثانيه حتى هي نورقها بحال هكا. غادي نشد هذيك الاولى غادي ندير فوقها، غنسرح عليها الزبده راني مذوباها حاطه حدايا، وغادي نرشها بنشا دقيق الذرة. غادي نديرها هكا نسرع عليها، وغادي نشد هذيك الثانيه اللي انا بركه اللي غنديرها حتى هي غادي نعاود نديرها فوقها، وغادي نبقى تنكمل الكويرات انا اللي عندي. انا دايره خمسة، هادشي هو اللي دايره. غادي نعاود نشرح لكم الطريقه، وحتى هنايا نتوما غادي تشوفوا هذه هي الاولى هنا كنورق فيها. ملي غادي نورقها غادي نحطها في جنب حدايا. كتحاولي تورقيها مزيان، هي قد ما كانت مورقه قد ما كانت كتجي رائعه. صافي هنايا راني ورقت كيف ما كتشوفوا، غادي نحطها في جنب. هادشي هو بحال هكا اللي قلت لكم، بغيتكم باش تستوعبوا الطريقه انا كيفاش درت ليهم. صافي دابا راني حطيتها في جنب، غادي نهد الثانيه دابا غادي نشدها حتى هي نورقها. ملي غادي نورقها هذيك اللي قبل غادي ندهنها كيف ما كتشوفوا، دهنتها بالزبده، وغادي نرش عليها النشا، غادي نرش عليها كامله هكا نشا. وغادي نهز هذيك الثانيه اللي انا يلاه ورقتها غادي نديرها فوقها. هاد العمليه غادي نبقى انا نديرها الكويرات كاملين اللي عندي، غادي ندير وحده فوق وحده تنكمل. انا راني دايره خمسة، تقدري ديري ستة، تقدري ديري أربعة، على حسب انتي شحال بغيتي ديري من ورقه. هذيك الساعه ملي غادي نكملهم كاملين غادي نشدهم عندي، وغادي نقرصهم، نحاول نديرها نخليها وحده على وحده، ونرجع ونكمل معكم. يمكن راه نتوما فهمتوا الطريقه اللي انا قلت لكم كندير، يعني هكا راه مفهومه وساهله. هنايا راه كتشدي كتجبدي باش تقادي العجينه باش تولي كتبان لك طبقه على طبقه. صافي كيف ما قلت لكم راه ساهله، راه ما فيها لا تعب لا حتى شي حاجه. فاش التوراق اللي كنورقوا الاولى اللي حدانا كنورقوا غير بالزيت، حتى كنبغيو نديروا فوقها الاخرى على ديك الساعه كندهنوا بالزبده وكنديروا النشا. دابا غنبقى بها الطريقه هكا، وغادي نرجع نكمل معاكم. من بعد هنايا ما درت هذا الورقات عندي كاملين، شديتها وقرصتها هكا على شكل دائري كيف ما كتشوفوا. غادي نشد واحد الشراره وغادي نبرك نقطع بها الطريقه هكا، بغيت نديرهم هاد الشكل هذا كيجي زويون. وكتقدروا الا كانت عندكم شي كرواسه في شكل اخر تقدروا ديروه، انا هذا هو الشكل اللي درت. صافي راه غادي نقطعهم هكا كاملين، غادي يكونوا شكل متساوي. تقدري ديريها فورمه كبيره، تقدري بحال هكا، تقدري ديري على هذا القياس، تقدري مازال تصغري ما بغيتي ديريهم صغارين، كيبقى لك انتيا الاختيار في انك كيفاش بغيتيهم يكونوا. انا هنايا راه درتهم غير صغارين، ممكن انكم ديرهم كبارين. صافي هي هذيك، ملي دابا كملتهم كاملين غادي نكملهم بهذه الطريقه هكا. كيف ما كتشوفوا الكاسرون راه حدايا الكريمه ودايره الشكلاط هنايا، ممكن ديري داك الشكلاط الطويل اللي كت هذا. انا راه ما كانش متوفر عندي، راه درت غير هذا الشكلاط المربع وشديته قطعته مرصوص هو اللي غادي نستعمله. صافي دابا من بعد ما راه صافي قطعتهم كاملين كيف ما كتشوفوا، صافي كتولي هكا على شكل هذاك المثلث الطولي. غادي نبدا نشد الكريمه، وغادي نبدا نحطها في الاول ديال العجين. غادي ندور عليهم كاملين، غادي نحط العجينه، غادي نحط الكريمه ديالي. ملي غادي نكملهم ان شاء الله كاملين هذيك الساعه غادي ندير الشوكولاط، يعني غتبقاو معايا تنكمل كل شيء. خاصني باش بحال كتبقى لي الخدمه غدا منظمه بلا ما نبقى بالوحده بالوحده، غادي نترون. اللهم انني نشد الكريمه كامله تندوزها عليهم، عاد هذيك الساعه نشد الشوكولاته هوايه نديرو فوق هذيك الكريمه، عاد نبدا الرولي. يعني الفكره باينه واضحه وسهله. هنايا كيف ما كتشوفوا راني كملتهم كاملين، هذا غنبدا نشد الشوكولاط هذا اللي عندي، غادي نديرو فوق هذيك الكريمه هكا. صافي هادشي هو اللي كاين، يعني بسيطه وسهله، ويعني دغيا كتفهمي الفكره، يعني اي واحد ممكن يديرها، ما غتجيه لا صعيب لا حتى شي حاجه. صافي هنايا غادي نبقى نكمل ان شاء الله هاد الشكلاط اللي عندي، غادي نديرو على فوق هذيك الكريمه،
وهذيك الساعه غادي نوريكم كيفاش غادي هنايا نبدا الرولي كل قطعه بوحدها غادي نبرك الرولي فيها. صافي هنا كيف ما كتشوفوا انا كملت الشكلاط ديالي كملته على هذا العجين ديالي كامل. صافي هنا غادي ندرجوا لي هكا. صافي هادشي هو اللي كاين غير هنايا. حاولوا ما امكن انكم ما تخليوش هذوك الشنيبات ما تخليهمش محلولين باش هذيك الحشوم اللي كتكون داخله ليا الفران ما تخرجش ليا تبقى ليا داخله. هادشي هو اللي غادي ننصحكم به. دابا هنايا راه كنقويت انا الحشوه. حاولوا ما امكن انكم كاع ما ديروش كاع هكايا باش هذيك الكريمه ما تضيعش ليكم على برا وهي وشكلاط ملي غادي يسخن وغادي يبرك يذوب. صافي غادي نبقى بهذه الطريقه ان شاء الله تنكمل جميع هاد المرصوات او هاد المثلثات اللي انا خدامه فيهم. وهذيك الساعه غادي نشدهم وغادي ندير واحد صفر بيضه وندهنهم من الفوق. صافي هذيك الساعه هنا كيف ما كتشوفوها هما كملتهم كاملين. صافي دهنتهم بصفر بيضه ودخلتهم وغادي تشوفوا النتيجه ديالهم. ها هما هادو هما الكريوسات ديالي او بتيبا كيجيو رائعين كيجيو محلولين. النتيجه رائعه وكتقدري تديريهم في الفطور كتقدري ديريهم في الكوتي كتقدري يعني تستعمليهم يبقاو عندك. وهنايا كيف ما كتشوفوا راني شديت واحد شويه ناباج وشويه كاوكاو هرمشتو ودرتو عليهم بالفوق. كتبقى تزين على حسب الذوق ديالكم. حتى لهنايا غادي نقول لكم مع السلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.